لله 3 أيام عدت علينا في هذه المنطقة، ونحن كنا نعاني من انقطاع في الكهرباء وفي الماء وفي المحلات أيضا كانت مسكرة كلها، وكنا موجودين متواجدين في هذه المنطقة لمدة هذه 3 أيام، ولكن الحمد لله يعني عانينا كثير، والآن نشعر بالأمن وبالأمان وبالبلد اليوم الحركة والطبيعة إن شاء الله عادت إلى ما كانت عليه، ونحمد الله ونشكره، اللهم لك الحمد. اليوم نحن في ثاني أيام النصر في محافظة شبوة. شبوة تخلصت من سلطة الإخوان المجرمين الذي تآمروا على بشكل انقلابي سيء على محافظة شبوة. وفي هذا اليوم شعبنا في كل المحافظة مسيطر على أمنه ودفاعه وسيادته وكرامته، وسيسيطر على إمكانياته وموارده، وسيسيطر على حقول النفط والغاز كفاء. ونود أن نسجل كل تقديرنا واحترامنا القوات العمالقة التي تمثل الضمانة لحماية الجنوب، والقوات أبناء دفاع شبوة، هذه الأبطال الذي خاضوا معارك رهيبة داخل مدينة عتق حتى تمكنوا من التحرير. خلال الحرب عشنا لحظات صعبة جداً، كان هناك معارك قوية وطاحنة خلال 3 أيام مضت، أصيب ناس كثير، سقط ضحايا هناك وقتل هناك ناس، كان الرصاص من يميننا ومن شمالنا مثل ما ترون خلفنا في أحد هذه المباني، معارك عنيفة جدا، وهي كانت الأشرس ولم تشهد لها يعني لم تشهد عتق مثلها من سابق. الحياة حاليا بدأت تتطبع نوعا ما، وبدأ الأمن يستتب، بدأت بعض الخدمات تعود، ونتمنى نحن أن يستتب الأمن أكثر وتعود جميع الخدمات، ونتأمل ذلك بإذن الله.